تولي الدولة اهتماما كبيرا بملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الحرف التراثية واليدوية والتكتلات الاقتصادية. وفي إطار ذلك ناقش وزير التنمية المحلية هشام أمنة ووزيرة الدولة للهجرة سهى جندي آليات للتنسيق والتيسير على المصريين بالخارج للحصول على المنتجات المصرية اليدوية والتراثية. ولفت أمنة إلى أن منصة أيادي مصر الإلكترونية تسوق المنتجات الحرفية واليدوية وتقوم بالتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وخلق فرص عمل وتحسين دخل الأسر.